هسه هذا قلنا شنو اسمه؟ هذا اسمه بطاطا شحن كذا. بسم الله. هذا الستبر درايف. ستبر درايف. هذا الستبر درايف مال من؟ مال الستبر معطر. ايه. الستبر معطر. تمام؟ هذا سير اللي هو هذا. اللي هو هذا. اللي هو هذا. بالضبط. اللي هو داخله قلنا هذا يجزئ التيار لان القلب هنا ب الاتش يعني يجزئ الى اربع اجزاء. تمام. فيقطع الاشاره عندنا فيتحرك شنو بشكل متسلسل. يعني بشكل كلش بطيء يعني حركه يقسمها الحركه مالت على اشارات. بالضبط. عندنا هذا الدي سي موتور. اوكي. هم نبي شو اسمه ستيبل درايف. ستيبل درايف اللي هو هنا الرسم مالته هنا قالوا هنا ترى زين مو مشكله. اي وهنا السيرفو موتور. سيرفو موتور. السيرفو موتور هذا قلنا ما يحتاج لانه هو الستبر سيرفو موتور هسه هذا. اوكي هاي افتهمناها. هذا تماخذ توصيله مباشر دايركت وهذا موزع. نيجي على هذا. هذا ايش سميته؟ بورد توصيل. بورد توصيل للباورات. باورات. زين من سحب الباور الرئيسي مالته؟ هاي الباور من هنا جاي من هاي الشاحن وساحب من اردوينو. من اردوينو ومي ابل يعني ناطي الفي سي سي. اي دقيقه. لا اصلا من هنا. اي هاي من هنا وانسحب من هنا. لا لا ذيك التشغيل انا موصل له وين يعني ناطي اشاره ديجيتال. اي هذا من هنا من هو لازم هذا الباور من هنا منطيل هاي. زين تمام. هاي عمود ليش انا وصلت له من هنا ومن هنا؟ عمود اذا اشغل من الكهرباء على المحوله يشتغل عندي. هسه هذا الربط الرئيسي مال الكهرباء. بالضبط. فسويت اني وهذا من هنا جاي لدخل مال الاردوينو. عمود اذا اشغل على المحوله يشتغل عندي باورات، اذا اشغل على الحاسبه اي اربط على الحاسبه يشتغل عندي يوزع باورات. زين بس أوكي. المشكله وين؟ العفو بدي المشكله هنا الباورات راح هنا خمسه يعني نص امبير. اي صح. اذا اربط هنا صح هنا يجي امبيرين الحركه راح تتغير عندي. اي فصار اقوى منه. اقوى من هذني فلهذا السبب. اي هذا سطيته تشغيل. هذا اجى يشغل لك هذا السيرفو موتور. السيرفو موتور العفو الدي سي موتور. وهذا شغل لك الستيبر موتور والبقيه الاشاره. لا اسمعني هاي اثنين هاي جراوند وهذا مالته وذني البقيه من جايتك للبنات. اوكي وهذا اللي هو السيرفو موتور. سيرفو موتور باور مالته. باور وهاي من هنا. زين هاي المقاومات وين مربوطه؟ هاي مقاومات مربوطات على الباور مباشره. هذا تشغل انالوج سيجنال وهنا متغيره يعني. هذا شنو فايت السويتش هذا؟ ها اي يعني لما اضغط عليه راح يعني ضغطه يشغل ضغطه يطفي. اي طفي هذا خليته. اي لانه هذا يشتغل مسوي هوس الصيف. صح. اي الناس تروح تجي بعمود الايضاح اكثر ربطت هاي بس هي كمقاومه متغيره مربوطه تتحكم انا بسرعه بس اطفي واشغل بوحده. فهمتك يعني هذا بس لل بس السيرفو موتور. بالضبط.